qui font aller. مشاهدينا انا شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في البث المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. معنا شابه باقا صغيره متزوجه، مزوجه ما مزوجاش، راجلها بعيد عليها، يعني بحال مفارقين. هي كتطلب طلاق هو مبغاش يطلقها. نشوفوا مع التفاصيل. السلام عليكم اختي. السلام عليكم. السلام. عاودي لينا اختي القصه من الاول تنجيو للطلاق. تعرفت على واحد السيد، يعني داني البنت، كان طرا لي واحد المشكل. ايه طرا لي واحد المشكل مع واحد الدري، وبقيت هازه بنتي، يعني ما تخليتش على بنتي. تدارت مدة، تدارت عام وتزوجت بهذا السيد، يعني بغاني بنتي. صافي مدة 5 أشهر كنا بقينا مزيانين انا والبنت. صافي من بعد ولا المشاكل، كيضربني، يفد عليا في الدار. في مانة صافي، يعني هو اصلا مريض نفسانيا، ما يبقى يسد عليا ويغوت عليا. صافي شنو هو المشكل الاول اصلا؟ المشكل الاول ما بغاليش بنتي، قال لي ديها للخيريه. انت ماشي بنتو؟ ماشي بنتو. في الاول كان باغيها، من الاخر صافي ما بقاش باغي، قال لي ديها للخيريه. صافي انا هديت بنتي ومشيت، مشيت هربت، جيت هنا لكاش. على انتم فين كنتي ساكنه؟ ساكنه في طنجة، وعنده دار في طنجة. يعني ما تحملتيش؟ صافي لا، ملي ما بغى ليش بنتي صافي ما بقيتش باغا نعيش معاه. صافي بقات معايا بنتي هنا في كازا، بقينا مره كنكون في الرباط، كل مره فين كنمشي. المهم بنتي ما كنتمش فيها حقوق اصلا. امي ما بغاتليش تشدلي الدري. يعني الوالده ديالك ما بغاتش؟ ما بغاتش. صافي ملي خرجت واحد المده ديال 4 أشهر، مشيت كريت مع الدرية وخدمت في واحد القهوة، وطحنت حتى جيت الفلوس، وأنا باقا مزوجة بالراجل، حتى جيت الفلوس. ما عندي الدري بلا باش نوكلو ولا حتى شي حاجة، ما عندي حتى شي خيار خط. هو أصلا ما كيعقلش عليا. صافي ملي خرجت من الدار صافي مبقاش عاقل. صافي وأنا اضطريت مشيت نعيش. انت اللي هربتي؟ انا ما هربت. صافي قديت عدى عليا. صافي انا اصلا هو مريض، يمكنليش نبقى معاه غدا وبعدو الدقات شني ولا شي حاجه. صافي مشيت باكي، مع واخا عرفني حامله وداكشي، عرفني حامله. صافي بقى هو كيجي عندي، حيت بقيت في طنجة واحد المده ديال 4 أشهر وانا في طنجة، عاد جيت معايا. صافي تاكل شي بدات كتبان واحد الجمعيه ديال المرقات كنت فيها تما في طنجة، السميات ما كتبتهاش، الجمعيه ديال مطار كنت فيها تما فين ولدت بنتي الاول. كانوا واقفين معايا الدوخه، حملت داك الشيء رجعت لتما، مع كانوا البلايص عامرين ما شدونيش تما، خيفطوني هنا لكا. بقيت هنا في واحد الجمعيه اللي كانت في روشنوار، بقاو وقفوا معايا تا ولدت، واخا عارفيني انا باقا مجوجه براجل اخر. كي كتعيشي دابا اخت؟ دابا شي 2 سيمانات وانا في الضنقه. الدري كنت حاطه عند واحد السيده، حيت انا في الضنقه متشرده في الضنقه، ما نقدرش انا نشرد معايا الدري. تلقيت الكره، عاد جبت قلت لها انا ما نقدرش نفرط في ولدي، حيت هي كانت باغا تاخذو، ولكن انا ما بغيتش نعطيها لها. حيت هو راجلي كيدوي معاه، فهمتي؟ يعني يقدر انتقام. باغي ينتقم مني، يقدر يدير لي شي موت. كنتي قلتي لي كينشر شي فيديوهات. كينشر لي، كيشوهني، كينشر لي شي فيديوهات مع هذيك المرا، كتجي عندي كتجيب لي كسكسو الماكله، تجيب لي الحوايج، كتعطيني الفلوس. هو كيبقى يقول لي بلي انت كتشدي من عندها الفلوس كتبيعي ولدك. انا ما كنبيعش ولدي، المرا كتعاون معايا، المرا عندها الفلوس، هي كتعاون معايا بحسب الله. كنبقى فيها شحال من مره كريت لي، شحال من مره جابت لي الحوايج، وهي ملي كتعصب ولا شي حاجه كتقعد تصيفط لي ديك الفيديوهات، فهمتي؟ كنتقلق انا وهي، كتقول لي جيبي لي الدري نشوفو ولا شي حاجه ما كنبغيش. صافي كتصيفط لي الفيديوهات،
هو كيبقى يلاه بدا يلاه مؤخرا يلاه البارح حتى كينشر الفيديوهات ديالي وتتصور حتى ديالها هي مع الدري كينشرهم يلاه دواش معايا قبيله غنقلع قالت لي راه كيبقى ينشر الفيديوهات ديالي لا راه قلت لك لا راه هذاك راه في عام مشاكل ما اذا ما بك شي حاجه دابا هو كيطلب شي حاجه وانا الدري مشول مشول يعني انا اللي درت معاه شي حاجه غنقول انا كنطلب من المشاهدين يوقفوا معايا باغا عشان ماشي باغا فلوس ولا شي حاجه باغا عشي محامي باغا نطلق قبل ما يدير التحاليل قال لي انا مورا رمضان غادي ندير التحاليل يعني النداء ديالك هو انك تشوف يعني انا ما كنبغى عشي محامي عشي محامي يوقف معايا يعني ما نشوفه ما شي حاجه يعني انا نوقف على الطلاق الراسي ما نشوفه ما يشوفه تصل بك بهذه النمره ديال اللي حطيناها اه النمره ديالك عاودي يا اختي 07 64 06 68 16 ياك اخر نداء ديالك اختي شكرا لك نداء للمحسنين والشي محامي اللي شاف هذا اللايف هذا لا شافني شي محامي ولا شي حاجه تعاون معايا عارف وجه هذا الدري هذا ماشي في وجهي انا حيت الدري كيبقى عام كرفص غدا وبعدو قاني المخدم في شي بلاصه ولا شي حاجه غادي نتشد انا ويولي الدري مكرفص ما كاينش لا يعقل عليه ماما راه شاده ليا بنتي ولكن الدري ما تبغيش تشدوني علاه انت دابا اش كديري اختي كندير كندير ما كنخدمش ما عندي كندير وما صاريت واش كندير فيني كوكن شريت سلعه كنتحرك وصافي مره 50 درهم مره 30 درهم والله ما عرفت المهم الحمد لله انا النداء ديالي من باغا الفلوس الاول وباغا عشي محامي اللي وقف معايا قبل ما يفوت رمضان حيت لا فات رمضان ما يعقلش عليا يدخلني للحبس علاش هدخلك للحبس؟ حيت الدري مشول بغا يدير التحاليل هو قال لي ما نطلقكش حتى ديري معايا التحاليل ما درتيش التحاليل ما نطلقش كنتمنى لك اختي التوفيق ان شاء الله وشي محامي ولا شي محاميه تشوف هذا الفيديو هذا وتعاونوا معاك باش تطلقي من هذا الراجل هذا اخر رساله ديالك اختي تعاونوا معايا إذا مشاهدين قناة شوف تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا البث المباشر إلى اللقاء.